السلام عليكم ورحمة الله دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وغلا أبو عمر. هلا حبيبي، حياك الله. شلونك؟ ساك طيب؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ إن شاء الله طيب. شلون الدوحة؟ والله تمام. شو أخباركم؟ طيبين الحمد لله. الحمد لله. النت عندك تمام؟ ما يقطع ها صوتي تمام؟ لا لا تمام تمام النت عندي تمام. آخر مرة طلعنا اللقاء تدري متى؟ بعز الكورونا، بعز الحجر. والله لا يعودها من ايام. نسال الله السلامه والعافيه. زين دكتور، ما نطول عليه بما ان اللايف راح يكون مختصر وسريع وخفيف، لكن معلومات راح تكون ثقيله ومفيده حق اخواننا المتابعين. طبعا كلامنا بيكون مثل ما قلت دكتور بشكل مختصر وسريع حول ما حدث من الزلزال الدمار الشامل، ومما حدث بالضبط حق الأشخاص اللي صاروا تحت الركام وتحت الهدم وتحت الأنقاض. طبعا هذه المواقف يعني الأشياء الغريبة اللي صارت دكتور، طبعا احنا لا شك اولا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو لطيف بعباده، رحيم، رؤوف، والله عز وجل حكيم. لكن ها دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يعني يفعل وهم يسألون. طبعا نؤمن ايضا بان الكرامات تقع لاولياء الصالحين. اولياء الصالحين الله عز وجل يعني مهما كان، سواء كانوا نساء، رجال، صغار، كبار، ايا كان، الله عز وجل يعني يرسل حفظه، وهؤلاء الحفظه هم الملائكه. ولنا طبعا فيما وقع من غزو الكويت يعني عبره من القصص التي سمعناها من قبل، يعني سواء كانت حدثت لمن نعرفهم او لمن كانوا هم يعني من اقربائنا. طبعا هذه الوقائع الغريبه والكرامات الربانيه يعني احنا قلنا ربما يكون لها اسباب علميه ودراسات طبيه. يعني دكتور ما شيء غريب، يعني ربعنا اللي راحوا ويود كورونا، هذه القصص الغريبه كما ايضا ما تناقلته وسائل الاخبار. يعني دكتور 220 ساعه، 10 ايام، 40 ساعه، يومين يومين له. يعني احنا بس ودنا نعرف الراي العلمي والطبي حول هذا الامر يعني. فتفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا على الاستضافه وحياكم الله كل المتابعين اينما كنتم. خلينا نشرح الموضوع من ناحيه علميه. كوني طبيب يعني خلينا نتكلم عن السرفايفل او النجاه، ان الجسم البشري هذا ايش كثر يستطيع ان يتحمل من دون اكل ومن دون ماء، وشنو هو الليمت ماله، ويعني شنو هو حدوده من ناحيه الفسيولوجيه. طبعا في قاعده ابو عمر حلوه، قاعده السته. سته تستطيع ان تعيش من دون هواء 6 دقائق، 6 ايام من دون ماء، و6 اسابيع من دون غذاء. هذا بالمتوسط. ادري مو واحد 6 ايام بدون ماء؟ نعم 6 ايام من دون ماء بالمتوسط. ست دقائق من دون هواء، سته قاعده السته، و6 ايام من دون ماء، و6 اسابيع من دون طعام. هذا بالمتوسط. ليش؟ انا ممكن تقول لي انا ممكن اعيش من دون ماء اذا كنت في مكان بارد وحافظت على نفسي 7 ايام، صحيح، بس ممكن احطك بالشمس وما تقدر تعيش اكثر من يومين من دون ماء. فاحنا نقول بالمتوسط، هي قاعده للحفظ سهله. 6 دقائق من دون هواء، 6 دقائق من دون ماء، و6 اسابيع من دون غذاء. طيب، اصعب شيء طبعا هو الماء، لان الجسم يحتاج للماء بشكل كبير جدا للعمليات الحيويه، لذلك قدرته على التحمل من دون ماء هي قليله جدا. طيب شلون الناس الان الذين يعني ما شاء الله والله وش كثر 10 ايام والله 11 يوم و12 يوم، اليوم قاعد نبطل الاخبار اظن في عمليه انقاض كانت اليوم او كانت امس، كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك طبيا نتيجه الظروف الموجوده، وهذه الظروف تعتمد على الانسان، صحه الانسان، حالته يعني حالته الصحيه رقم واحد، ورقم اثنين الظروف المحيط فيه، يعني درجه الحراره
درجة الحرارة بالنسبة لحاجة الماء مؤثرة جدا. درجة الحرارة كلما نقصت، كلما نقصت درجة الحرارة الجسم يسوي انكماش الأوعية الدموية، فيقل فقدان الماء عن طريق التعرق وما شابه. لذلك إذا يعني إذا أنت بتضيع وما عندك ماء، لا تضيع مكان حار. إذا ضعت مكان حار فإن تحملك سيتناقص بشكل كبير، خاصة إذا ما حميت نفسك من الشمس، لأن عملية التعريق ترى تطلع ماء بكمية كبيرة جدا من دون ما تحس. عملية التعريق لما تلعب كرة ها مدة ساعة ممكن تعرق لتر ونص أو لترين ونص حسب الجو يعني. فعملية التعريق تطلع وايد ماء من أجسامنا. لذلك هؤلاء الذين صمدوا طول هذه المدة، تفسيره في تركيا درجات الحرارة المنخفضة التي أوقفت عملية التعرق عندهم. طبعاً عملية كل كبير وصير البول مركز بعد ما يحس الجسم أن هذه حالة طارئة، فيبدأ إدرار البول يقل حتى يتوقف، يعني ممكن يتوقف لعدة أيام. نعم، فهذا تفسير الماء. الآن الطعام موضوع آخر أبو عمر. الطعام بس خلينا بس نشرح شوي من ناحية الفسيولوجية. إحنا أجسامنا البنزين مالها جلوكوفاج، عفواً البنزين مالها جلوكوز اللي هو السكر. جلوكوز اللي نحصل عليه من طعامنا. طيب ماذا يحدث لما ما تاكل، لما تصوم؟ الجلوكوز اللي موجود في دمك يعطيك ها من 18 الى 24 ساعه. بعد 18 و24 ساعه الجسم يحرق مخازن الجلوكاجين اللي موجوده في الكبد. هذه مخازن صغيره تكفيك مده 24 ساعه الى 48 ساعه، يعني يومين ثلاثة ايام. انت ما راح تحرق شيء من الدهون والعضلات، راح تبدي تحرق هذا المخزون من الجلوكاجون اللي موجود في الكبد. بعد ذلك تبدا عمليه تعرفونها كلكم اسمها الكيتوزيه او الكيتوزز. يبدا الجسم باللجوء الى مخازن الدهن في اجسامنا، مخازن الدهون، ويبدا بتكسير الدهون للحصول على الطاقه. وهنا انت نفس الدب ها، كلما كنت دبدوب اكثر وفيك مخازن دهنيه اكثر، كلما ساعدت ذلك على الصمود انك تقعد فتره طويله. طبعا يبدا الجسم بتكسير الدهون بالعمليه تسمى الكيتوزيه او الكيتوزيز. بعد ذلك اذا الى ان يوصل الى انتهاء مخازن الدهون، يبدا الجسم بتكسير العضلات للحصول على الطاقه، وهذه تعتبر اخر مرحله، تعتبر المرحله النهائيه ثلاث اربع ايام، ويصيبك هزال شديد وتعب شديد جدا عند الوصول الى مرحله حرق العضلات اللي موجوده في جسمك. وهذه راح تاخذ ايام حسب المخزون العضلي بجسمك. ثم اذا لم يتوفر مصدر للطاقه سوف تصل الى حاله الوفاه. فلتلخيص الموضوع، الماء هو الاهم، واللي يؤثر فيه بصوره يعني كبيره جدا حاله الطقس الموجود، لان راح تاثر على التعريق اللي عندك. بالنسبه للغذاء، المده اللي عندك طويله، ترى طويله جدا، بشرط انه يكون عندك ماء. يعني ما راح تعيش ثلاث اربع اسابيع على من دون طعام بوجود الماء. اذا اخذنا العنصرين مع بعض، ان انت ما عندك طعام ما عندك ماء، هني يعتمد على وضعك تحت الانقاض. شلون وضعك تحت الانقاض صاير؟ يعني اذا كانت عندك اصابه، هذا سيقلل فرص النجاة عندك. رقم واحد، إذا كان مكانك عميق. كلامك عن تم دكتور، إصابة تكون قصدك جرح؟ أي إصابة؟ أم كسور؟ أي إصابة. طبعاً كلما زادت حجم الإصابة، إحنا قاعد نتكلم الحين فرص النجاة ها، كلما زادت عدد الإصابات، حجم الإصابة، مكان الإصابة داخلية كسر، كلما قلت فرص النجاة، والعكس صحيح. شيء ثاني، مكانك بالأنقاض ترى، يعني اذا انت بالدور الاول مسكين وكل الطبقات نزلوا عليك، اصلا راح تموت، راح حتى لو امورك طيبه سوف ينتهي الاكسجين اللي عندك. لذلك يعني اذا بتشتري عماره في تركيا اشتر فوق لا سمح الله، يعني لان يعني احنا قاعد نتكلم، يعني هو ليس من باب، طبعا ليس من باب الدعابه او شيء، بس قاعد نتكلم علميا عن فرص النجاه، كيف تزيد فرص النجاه تحت الانقاض او في الزلازل. اللي يكونوا بالطبابق العليا راح يكون فوقهم كميات صغيرة من الحطام، فبالتالي فرص تعرضهم لإصابات أقل، فرص نجاتهم أقل. ورقم ثلاثة، الهواء والأكسجين. تخيل أنت عمارة ال 12 دور كلها طايحة عليك، حتى إذا كنت أنت محمي من كمية من الخرسانة، ماكو هواء أصلاً، ماكو هواء. لذلك عمليات الإنقاذ يعني تكون المحظوظين اللي في
الادوار العليا. طبعا في عمليات الانقاذ الاول 72 ساعه تسمى الساعات الذهبيه، اول 3 ايام، وفيها يتم انقاذ العدد الاكبر من الناس. وبعد ذلك بعد ما نعدي 72 ساعه والساعات الذهبيه تبدا الفرص، فرص الحصول على احياء بالتناقص بشكل كبير جدا، يبدا الكيرف ينزل، ها كيرف النجاه. وتاتي بعد ذلك اذا سميتهم انت المعجزات او سميتهم طبعا يعني احنا مؤمنين ان الله سبحانه وتعالى خير حافظه وقادر على الحمايه، لكن احنا من الناحيه الطبيه نفسرها ان هؤلاء شلون نجوا. في تركيا درجه الحراره النازله هي ميزه ومو ميزه، درجه الحراره المنخفضه جدا راح تساعدك بانك ما تحتاج ماء فتره طويله، وهذا شيء جيد. لكن عندما اذا كنت انت مو بعيد عن السطح، فدرجه الحراره توصل الى تحت الصفر اثناء الليل، فيبدا جسمك بالارتعاش لتوفير الطاقه، فتبدا تحرق اكثر، ففرص يعني فرص نجاتك ممكن تقل من هذه الناحيه لكن ترتفع من هذه الناحيه. لذلك كل هذه اللي قلناه اللي هو العوامل، كلما كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يحفظك من ناحيه يعني شرعيه، من ناحيه طبيه ترى يسمونا لكي، يعني الطب يعني هو او العلم يتكلم عن الاسباب يعني فقط، فيقولون if you are lucky ستتوفر لك الظروف، راح تكون بالطوابق العليا، الطوابق الثلاث العليا، اكثر الناس اكثر الناجين يكون بالطوابق الثلاث العليا، بينما الطوابق السفلى تقريبا اللي كانت عماره طويله فرص النجاه تكون ضئيله الى منعدمه يعني للاسف الشديد. عندك اصابه او ما عندك اصابه رقم اثنين. في قصه ان واحد يعني صار الزلزال هو يعني مطبخ فطاح عليه وكان صار عنده مخزون من الماء والطعام، هذا في زلزال هايتي، في زلزال هايتي اللي صار قبل عده سنوات وماتوا فيه 200,000 اظن. هذا قعد تقريبا 40 يوم او شغله كذي، وكان محظوظ انه كان في المطبخ حزته فكان توفر عنده مخزون من الماء من الطعام. فهذا باختصار يعني فرص النجاه من الناحيه الطبيه. اظن ان الان فرق الانقاذ يعني بصوره عامه وقفت، واصلا وايد من فرق الانقاذ غادرت يعني تركيا، غادرت تركيا فرق الانقاذ، قاعد اتكلم انقاذ الاحياء. الان عمليه ازاله الانقاض وعمليه تعمم الجثث، لان هذا الجثث بعد هذه الايام وان كان درجه حراره ترى منخفضه بالليل، بس بالنهار الشمس تخلي هذه الجثث تتحلل. قصدك احد الاصدقاء موجود هنا، نعم، يقول الريحه بدات يعني هذا من 5 ايام يعني صار بين اتصال، يقول في ريحه غريبه، ريحه الجثث الموجوده. وحسب الاحصاءات انا اتابع المواقع التركيه لا زال هناك الالاف بين 10 وبين 15,000 يعتبرون مفقودين، وغالبا يكونون تحت يكونون بالادوار السفلى، وغالبا هؤلاء بدات عمليات التحلل الان. لذلك موضوع نعم انتشار الامراض، لذلك تجد ان الاتراك الان مشوا كل فرق الانقاذ انقاذ الاحياء، وصار اللبس غير، لبس ازاله الركام وغيره صار غير مختلف، والتعامل مع الجثث تكون بطريقه سريعه الان، اللي يلقونهم تصوير ورقم ثم يدفن على طول، يعني لان ما عندهم اماكن للحفر. يعني دكتور الحين معناته ايضا خلال اخراج الجثث وانتشالهم، يعني هل ممكن يكون الجو معدي هناك بالنسبه نعم. حق اخواننا اللي قاعد يروح؟ نعم نعم هي فرصة. نعم نعم هي فرصه لانتشار الاوبئه ويعني والامراض. لذلك الان فرق الانقاذ انا يعني اظن امس مشوهم، ماكو اي فرق انقاذ الاحياء باستثناء الفرق التركيه اللي موجوده اللي بدات بازاله الانقاذ، لانه يعني نفس ما قلنا كلما يعني زادت الايام قلت الفرص، وتقريبا يعني تتوقف عمليات الانقاذ وتبدا عمليات رفع الانقاذ الان، مو عمليات انقاذ، لان عمليه الانقاذ عمليه شيل الركام يختلف جدا عن عمليه ازاله الانقاذ. يعني عمليه الانقاذ ما فيها شيل الكميات كبيره واستخدام الكلاب والاجهزه وما شابه، عندهم الكثير من التقنيات الان لا يوجد، يعني لا يوجد هذه الاشياء الان ازاله الركام. طيب الان معناته اي فتجد هذه الحالات اللي قمنا نشوفها بالتلفزيون اللي هي نجاه شخص بعد ايام كبيره. العنصر الاساسي اللي ساعدهم على السرفايفل او النجاه هو الطقس البارد الذي قلل حاجتهم من المياه، بالاضافه الى انه ما تكون في اصابات يعني في هذا الاماكن.
طيب سؤال اخير دكتور، بالنسبه حق العائلات الان، معناته يجب اجلائهم بعيدا عن المنطقه هذه؟ نعم، هذا الذي يحدث الآن. الأتراك يعني أول أيام كان الكل يمشي وسط الألغاض، وهذا الآن في عملية يعني أن ابتعاد هؤلاء الناس. فقط يمكن ذوي الأسر صعبة من ناحية نفسية. يعني أنا شفت إحدى اللقطات أن أبو ناطر عائلته أن تنشال تحت الأنقاض وهم بطوارئ مصفة، ويدري أنهم ميتين ومفترش الأرض وناسيهم. فنعم، الآن يعني عملية الإزالة هي أيضا يعني تتم بسرعة يعني كبيرة، عشان موضوع تحلل الجثث اللي خطر جدا من الناحية الصحية. الإجابات جميلة وواضحة، وإحنا كما وعدنا المتابعين يعني اللقاء راح يكون مختصر وخفيف. تفضل. ابو عمر، خنزيد كيف تتصرف اذا صار لك، اذا صار في هزه ارضيه؟ يعني ايش رايك نفيد الناس ان شاء الله؟ الله يبعد عنا الهزات الارضيه. اللهم نعم آمين. لكن نعم دكتور الحمد عفوا، لله. أي تفضل. عفوا، لما نتكلم عن مسألة طبعا هي أقدار الله عز وجل، لكن أعتقد أن أماكن الزلازل لها أماكن معينة، يعني جغرافيا يعني لها أماكن معينة. أعتقد هذه أول نجاة، أني أحاول أني أبتعد عن هذه الأماكن. صح، أماكن الزلازل أو يسمونها الأماكن النشطة هي مواقع التقاء الصدوع الأرضية. وسبحان الله، هذه المنطقة أنا أسمع يعني أن هذا زلزال مفتعل، وهذا ما أدري شنو. هذه المنطقة مشهورة بالزلازل، كل 100 سنة يصير زلزال كبير في هذه المنطقة، منطقة حتى هذا الشريط. يعني هي منطقة التقاء الصدوع اللي موجودة حتى في إيران وباكستان، وهناك منطقة أيضا مشهورة بالزلازل. واحد يقول انت صاير الحين جيولوجي. انا ما اتكلم عن الجيولوجيا، انا قاعد يقول صاير جيولوجي، صار تفسر الزلازل. لا، انا قاعد اتكلم عن موضوع النجاة، موضوع السرفايفل. انا دارس فيسيولوجي ودارس يعني قدرة الجسم. على فكرة، في فيلم حلو عن هذا الموضوع، وهو قصة حقيقية عن هذا الهايكر اللي في استراليا، اللي يعني يقع في وادي ورجله تنحشر بين الصخور، ويقول لك شلون يعني جلس من دون ماء ودون طعام، ثم اتخذ القرار الاصعب انه يقطع رجله ويخرج منه. اظن اسمه 1 2 3 او اسمه شيء كذي، يعني قصه حقيقيه. شايفه؟ مالك لوى ايده، نعم، قطع ايده، والله قطع مؤثر ايده. جدا، وحطوه الشخصية. اي نعم، وهذه قصه حقيقيه. يعني هذه قصه حقيقيه تتكلم عن قدرة الجسم على النجاة. طيب، احنا الحمد لله في منطقة الخليج العربية، وانا ماني جيولوجي لكنها من المعلومات العامة، ما نقع على خط الزلازل. وحتى هذه اللي نحسها هي هزات أرضية، يعني اللي حاش تركيا يعني في حسب قوة الزلازل 7.2 او 7.4 في مقياس ريختر. احنا اللي تحوشنا بالكويت ترى قشمرة، يعني 3 4، يعني فلا تسبب ذلك. حسيت بهزة أرضية، أو يعني أول شيء تسويه إذا كنت داخل البيت، تحتمي تحت شيء صلب. يعني إذا عندك طاولة أو عندك سرير، تحتمي تحت أي، يعني تحت أي جزء، أي سطح صلب، سواء طاولة أو سواء سرير أو سواء تحته. تحت. نعم، هو شنو القصد؟ أنت 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 في هذه الحزة تحمي رأسك، لأن أصعب شيء هي إصابات الرأس. لذلك إذا ماكو طاولة، لازم تحط ايدك وتجلس في وضعيه انك تحط يعني ريلك تحت بين ريولك، وتحط ايدك بهذه الطريقه. ترى حتى بالطياره لا سمح الله، اذا صارت يعني مشكله او شيء، دائما يقول لك نزل راسك وحاول تغطي راسك، لان اصابات الراس. قريبة طلع فيديو حق أسرة وعندهم ولد يعني صغير شاب، يعني شكله يعني بالتعش، وشكله مبين يعني دون ال 15 14 سنة. دون تصدق أول ما صارت الهزة والأم تخسبقت، سوى نفس الحركة اللي قاعد يقول عنها. نعم فيبدو أن عندهم المنطقة هذه والمكان اللي هم فيه. نعم يعني المفروض يعني هذه الدول يعني يكون عندهم. ترى انا في تركيا اظن عندهم شيء اسمه ضريبة الزلزال، او عندهم شيء. يعني انا لما فتحت حساب في تركيا عندهم شيء اسمه الزلزال، فعندهم شيء. بس انا مستغرب صراحة،
ان عمليه، انا ما الحين ماني بتكلم عن عمليه البناء عشان لا يقولون هذا يعرف بعد بالمباني. عمليه انهيار البناء. اليابان طبعا هم ايضا مشهورين انهم ايضا على خط الزلازل، لذلك تصميمات العماير عندهم خاصه طويله، عندهم يجب ان تراعي موضوع ان البنيان يصير فليكسبل في عمليه الاهتزاز. انا ما ادري صراحه شنو بتركيا، بس عمليه الانهيار الكبيره، بس الزلزال كان كبير جدا. انا ما ادري صراحه، لازم احد مختص يقول لنا هل هذا كان طبيعي او كانت هذه المباني لا تراعي شروط السلامه بالزلازل، يعني شروط الاهتزاز هذا الموجود. ما اعرف صراحه يعني، ما بدي اشوف. والدليل الاخبار لما الاذاعوا انهم تم القبض على بعض المقاولين، فهذا هذا كان دليل على الكلام اللي قاعد تقوله دكتور. في هاتاي، في هاتاي انطاكيا اظن او اظن، في مبنى ما انهار، هو مبنى مراقبه الزلازل، لان هم مصممينه يعني هو مبنى واقف وكل الشريط اللي حوله منهار. وهذه الصوره سببت ضجه بالسوشيال ميديا عند الاتراك. هذا المبنى مال الزلازل هو صمم، هو لمقاومه الزلازل، هو مركز رصد الزلازل. فهم قاعد يقولون ليش العماير هذه كلها ما سويتوها بهذه الطريقه؟ اظن يعني ان احيانا يحتاج الموضوع شيء تراجيديا او ماساه كبيره حتى يتم عمليه تغيير الاشياء بالعالم يعني. فان شاء الله يعني اللي راحوا يكونون من الشهداء الله يرحمهم، وتكون الفتره الجايه في تركيا عمليه يعني انشاء هذه المباني بما يتناسب مع يعني خط الزلازل اللي هم فيه. اللهم امين. دكتور، هل انت كملت كلامك على مساله الاستعداد للزلزال والحمايه؟ احنا وصلنا لقيت الطاوله. يعني ما شيء اكثر تقدر تسويه. اذا عندك شيء صلب تقعد تحته، واذا ما عندك تجلس وتحاول تحمي يعني راسك، يعني اذا كنت في الداخل. نعم. من الغرائب ان ايام قبل لما صارت بدات تصير الحرب في المنطقه عندنا، يعني بعض الاستعدادات بحكم علاقتي ببعض زملائي الاجانب سواء كانوا الامريكيين او الاوروبيين اللي كانوا عندنا بالخليج، يعني بعضهم في بيته جهز تجهيز كامل، الماي والمواد الغذائيه فاعتقد هذا ايضا يعني الاماكن، الناس اللي مقيمه في هذه الاماكن اللي عاده ممكن يكون فيها لا قدر الله لا سمح الله زلازل، حتى لو يعني ارقامها ما هي كبيره، اعتقد الاستعداد هذا في المخازن ايضا يكون مهم دكتور. اثناء الغزو احنا استعدينا، حتى سوينا كمامات، هذه الكمامات اثناء الغزو العراقي الكويتي. الحين اذكر انا امي وعندنا صوره جماعيه في بيت يدي بالدعيه، احنا لابسين يعني امي او خالاتي خيطوا شيء من القماش وحطوا فيه فحم. صحيح. اذكر في فيديو شلون تسوون الكمام المنزلي، وصار في غرفه حاطين فيها ماي ومعلبات، فانت تستعد على الوضع اللي انت فيه. نعم، هاي من الذكريات اللي انساها يعني. الله المستعان، نسال الله السلامه والعافيه. قول امين دكتور، ونشكرك على هذه على اللقاء، هذا اللقاء، وعلى التوضيح المهم اللي يحتاجه كثير من الناس، لان الحقيقه قام يصير لغط وايد وكلام كثير، يعني في مبالغات بالكلام. طبعا احنا نؤمن، كما اكرر، اننا نؤمن بألطاف الله سبحانه وتعالى وبكرامات الله سبحانه وتعالى لعباده، ولكن ايضا هناك دائما اسباب، الله عز وجل ايضا هو صانع هذه الاسباب وخالق هذه الاسباب وهو المسبب سبحانه وتعالى. مشكور دكتور. عفوا. الله يعطيك العافيه وشكرا لك، ونشوفك ان شاء الله على خير. يعطيك العافيه. الله يبارك فيك، مع السلامه.